اسمي محمد عبد الستار احمد حجازي، مواليد المنوفيه شبين الكوم، العمر 42 سنه. والله اللي خلانا اسافر زي اي شاب عايز يحسن من وضعه ويسافر يشوف مستقبله. واحد صاحبي انا اتصل عليا في جورجيا وفي شغل هناك والوضع كويس، يعني فرش لك الارض ورد زي ما بيقول. دخلت جورجيا لقيت الوضع مختلف كل وجزء، يعني عن اللي هو بيقول مفيش شغل، البلد نايمه رايح في الشتاء. المهم دارت بقى الدنيا قفلت معايا، قلت يا نهار اروح. طلعت فين؟ على الانجريشن، المكان اللي هم بياخدوا فيه الناس تبيت هناك على ما يجي معاه الترحيل. انا كسر فيزا ومعيش فلوس وعايز اروح. دخلت بقى بيت والدنيا حلوه وجميله واكل وشرب، والمنظمه الدوليه للهجره IOM ممكن تساعدك لو انت عايز تسافر، بيسفروا في الى بوسترات هناك في الانجريشن، اللي عايز مساعده الرقم كده تتصل على كده. بصراحه اتصلت بقى قالوا لي حضرتك يوم الاثنين ايه هنبعت لك حد من عندنا. طلعت لقيت الست الامريكانيه جايه، وضعك ايه؟ انا بصراحه عملت كل حاجه وبعت ده بمراتي وسافرت وجيت هنا لقيت الدنيا معايا واقفه وكده. قالت لي خلاص ماشي احنا هنساعدك. قلت لها طب انا ما معيش فلوس اروح، يعني مواصلات. قالت لي كل حاجه احنا هنأمنها لك وما تقلقش من اي حاجه. بصراحه جو ميعاد يوم الاثنين لقيت المدير بتاع الانجريشن محمد، قلت له قال لي طيارتك كمان ساعتين. رحت لقيت نفس المدام اللي كانت معايا في المقابله الاولانيه تبع المنظمه، لقيتها بصراحه راحت مطلعه لي مبلغ وقالت لي المبلغ دوت يوديك لحد البيت. اللي بيمر بالظروف ده انصحه اللي هو يتصل على المنظمه، يجيب رقم التليفون بتاعها ويتصل عليه. واللي اختار ما كانش في محله، اتسرعت وجنيت على نفسي وجنيت على اسرتي. وبعدين انا راجل متجوز وعندي ولد وبنت، انا كل يوم كنت بتقطع لما هو بيكلمني يقول لي تعالى يا بابا انت وحشني يا بابا. الهجره الشرعيه دي ب50 وفوق قدامي ب80 ب90 قانوني، ادفع وامشي قانوني. انا احب مثلا اقول للناس اللي بتستقبل مثلا لو واحد كان في سفر او في ضيقه ورجع، اللي هي ما تلومش عليه كتير، بس هو اهم حاجه اللي هو رجع بالسلامه لاهله. رحت مصر وقدمت ورق اللي انا هعمل مشروع، واتصلوا عليا وقالوا لي تعالى استلم الشيك. خدت الشيك وبدات وجبت توك توك وشغال عليه والدنيا حلوه الحمد لله. انا كنت فعلا هبقى يأسان لو المنظمه ما ساعدتنيش ان انا مثلا ارجع او كده، عشان كنت هضطر ان انا استلف. كنت انا هبقى نازل بقى عليها فلوس ومديون كده، انا هبقى متحطم. فانت بتصدق تلاقي باب طاقه قدر اتفتحت لي زي ما بيقولوا.